حقيقة وصراحة. كثرت فينا الملاهي وامتلأت المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله. كثرت فينا الملاهي وامتلأت المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله. يا أخي يا أخي بالله عليك قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله عليك أين صليت صلاة العصر يا مسلم يا غالي؟ بلغني أن المقاهي قد امتلأت منذ الآن، والمباراة لا زال لها الوقت، انطلاقتها ساعة ونصف. يا ليت شعري، كيف يكون حالنا لو بكرنا إلى بيوت الله بهذا الشكل وبهذه اللهفة؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربنا يا كريم، اصلح حالنا إلى أحسن حال يا صالح الأحوال. عندما وصل وقت صلاة العصر ووقت المباراة المونديال، هنا كيتميز المسلم الحقيقي من المتمسلم، وشتان بين الرجال الذين قال في حقهم المولى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رحم ربي من قال: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. المساجد يا عباد الله تشتكي، المساجد أفضل البقاع إلى الله في هذه الدنيا، المساجد وشر البقاع إلى الله الأسواق وما أشبهها. يا مسلمين يا مسلمين، هيا بنا لنصرة مساجدنا. المساجد المساجد خالية والأسواق ممتلئة، وكذا وكذا وكذا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. الغاية ما هاد البلبلة كاملة باش يدوخوا المسلمين ويلهيوا المسلمين. هاد الكلمة ما كنش اللي يحيدها وما كنش اللي يعني لا يناقشني فيها ولا يناقضني فيها. هذا هو الشغل الشاغل ديالهم، بغاو المسلمين يغوبلوهم. ونطلب الله تعالى يجعل كيدهم في نحورهم. تحية والتقدير لكل خوتي المسلمين أينما كانوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم وصلتكم الرسالة، على المساجد خاوية، شوفوا كيديروا المسلمين، تعمروا البيوت ديال الله، المساجد ديال الله مهيئة مزخرفة مفرشة بجميع الوسائل، باللوح بالأتات الجميل، كل شيء في المساجد، الماء السخون والمراحل مهيئة. للأسف